أصبح خطر الموت دهساً يهدد حياة العديد من المسافرين المتجهين من وإلى ولاية لبويرة، وذلك خلال محاولتهم قطع الطريق السريع بعد رفض أصحاب الحافلات الدخول إلى المحطة البرية الجديدة المحاذية للطريق السيار. أنا اللي رايح دوك العين مليلة، كيران ما يدخلوش، أنا يجي يرفد يحط ويروح، ما كاش ما يدخلش اللار هنا، ندخل هنا لارجونس يقولوا لنا قعدوا قارعوا لبرا للكار. الكار كنت هابط هنا يقول لك ما نهبطش، يقول لك لازم نحطك على الطريق وهبط وحدك لارجونس. هاك تشوفوا الطرود يمشي 180، هاك تشوف الريسك تاع الطريق هنا يا معلاش يا توجو مع صباح وفي الليل لاغريسيون ياهو. أرواح مسافرين أبرياء حصدتها حوادث سير الأليمة عبر هذا المكان، مكان سبب الوفاة فيه واحدة لكن اختلفت فيه أسماء الضحايا. سجلت مصالح هنا 10 تدخلات في حوادث الدهس على مستوى الطريق السيار، خلفت 6 جرحى و5 وفيات. يبقى قطع الطريق السيار خطر حقيقي وموت محقق إن أقدم عليه الراجل. محطة مسافرين موازية تم فتحها من طرف أصحاب الحافلات عبر الطريق السيار، تكلفة استغلالها أرواح الأبرياء. هذا وين؟ هذا عنده 11 دقائق ولا ملي صلات كار هنا قاس انسان هنا خويا، جا قاطع طريق خويا، جا قاطع طريق قاسته، كيران ما يدخلوش كاع لاجونس، يرميه فوق البو في الليل، عزوج تاع الليل، وحده تاع الليل يحطوا فوق البو هو لا فامي ويروح، ما يحوش كاع عليه، شحال مخطره واحد يتقري سافما. اذا كان محطه هي محطه رسميه للولايه فلابد ان تستغل حق استغلال، لأنه المسافر حينما يريد الذهاب شرقا أو غربا لا يجب عليه أن يذهب إلى الطريق السريع وهناك محطة، من المفروض أن تدخل الحافلات إلى المحطة، لست أدري كيف لكن من المفروض أن تأخذ الفكرة بعين الاعتبار من طرف السلطات المحلية. طرحنا هذا المشكل على مدير النقل بالولاية وانتظرنا أياما لكن وللأسف لم نتلقى توضيحا أو تبريرا لهذه الظاهرة التي تبقى تتربص يوميا بحياة المسافرين بولاية لبويرة.